شارع الرشيد أو الشارع الشاهد واحد من أقدم وأهم الشوارع العراقية، إذ شهد أحداث تاريخية وثقافية وسياسية مختلفة منذ افتتاحه في عام 1916، وحمل الشارع هذا الاسم في عهد الملك فيصل الأول تيمنا باسم الخليفة هارون الرشيد الذي عاشت بغداد في عهده عصرا ذهبيا لا مثيل له. تاريخ شارع الرشيد يعني معروف، حتى كان قبل السيارات اللي محددة تفوت به، يعني مو ياهل هسه التوك توك وغير التوك توك. وهذا شارع الرشيد الذي يتميز بشناشيله البغدادية القديمة وأعمدته السميكة المنتشرة على مسافة 4 كيلومترات، كان يعد من أهم المراكز التجارية والثقافية والترفيهية لأهالي بغداد وضيوفهم العرب والأجانب، كونه أول شارع يتم تعبيده في العراق وتخصيص مركبات معينة للمرور فيه وتمتاز باللون الأبيض، غير أنه الآن يعاني الإهمال الذي طال أبرز معالمه العمرانية. يعني هالنقشات هالدنك هالزين نتميز به هذا الشارع، يعني نتمنى أنه يعتنون به الأمانة زين، يعيدوه السابق عهده. والله هي الإنسان اللي ما يحترم تاريخه وما يعيده الأمجاد ما عنده ماضي ما عنده حاضر. وعبر تاريخ شارع الرشيد الطويل ضم العديد من المقاهي ودور السينما والجوامع وأهم الجسور التي تربط جانبي الكرخ بالوصافة والشوارع الفرعية والعديد من المحلات الشعبية والأسواق والمخازن. شارع كان شاهدا طوال عمره الممتد لأكثر من 100 عام على العديد من الأحداث السياسية والثقافية والفنية، يعاني الآن الكثير من الإهمال حالة كحال العديد من الأماكن التراثية والتاريخية العراقية. لقنوات أبوظبي موفق مجيد، بغداد.